نجمع الناس في بلاصة باش نتعاونوا، أنا من عنديك نحط الفلوس، فهمتي؟ أنا شوف أنا نبدأ إلا بغيتي من غدا نبدأ نحط 100 أورو، من غدا أنا ما عنديش مشكل. أنا من شوفي 100 أورو نحطها، ولكن ملي غادي تجمعي 19 ميل أورو ملي غتجمعها؟ أنا نزيد نحط 100 ولا 2000. هانتي قولوا 100 هي 2000، شكون ثاني؟ يبقاو 18000 أورو. انت يديه لعند الاطباء واحد اخرين فوالا. عشان بغيت نهضر لك، هو دابا ملي مشى عند لا كلينيك داروا ليه الروميز ولا ما داروش ليه؟ شوفي ماذا بك انت تديه باش تي بالك هو مشى وين ما لازمش يمشي، ما تعرفيش يا اخي، هما يشوفوا غير الفلوس تراك شتيهم كي دايرين. زيدون يقدر يمشى عند شي واحد، انا نورمالمون كي يمشي لا كلينيك ديريكتومون عندك 15% ديال الريديكسيون، كنعطيهم وراق الشركه كناخذ 15% ديال الريديكسيون. دونك انا غدا غنشوف الكلينيك اللي مشى ليها. شوف الحكومه قالت لك نديروا كيفواي احسن بلان، بصح الفلوس هادو عند من راح ندخلوا؟ حنا غنديروا كيفواي، يعني هاد الناس، الناس اللي في المغرب اللي باغيين مثلا يدخلوا في كيفواي يقدروا يحطوا لي انا في المغرب، يحطوا الحكومه، الناس اللي في فرنسا يحطوا لك انت ولا يحطوا لي انا. عندي لا عندي لا بنك انفنسيس عندي فرنسا، عرفتي لا بوك انفنسيس صح درام في فرنسا، هنايا قادرين لي زامبو، هنا ما تقدريش تخرجي الفلوس. لا غتحطو تما، انا عندي فلوس انا باش نخلص. تانكيت انا ديك انفنسيس دايره في فرنسا، بالنسبه للكليان اللي كيجوني من فرنسا ما يقدروش يخرجوا الدرام بزاف، اللي كيخرجوا 6000 اورو 10000 اورو ما يقدروش. انت عارفه عندي لا الكونت تمايا، دونك ما تخافيش بالنسبه للاوروب. هذاك الانفستيس تاع بنك الماني ياكي، يعني اي واحد في اوروبا يقدر يحط فيه، يعني الناس اللي بغاو يشاركوا في. قالت لك حسنه باغي، هذه صاحبتي سين باريزيان، قالت لي انفستيس سي بارفي. هيا صاي مالا نبعثوا ديريكت انفستيس، اي واحد يقدر يحط فيه. تو الموند في ان فيغمون انفستيس، انا ندير اختي غدوه ندير. غدوة اثنين ولكن غتعطل عليك، كنت زعما باغي نقول لك تفتحي من غدوة، نقدر نعطيك انا الحساب ديالي وتكلفي ونصور لك الحساب شحال فيه من الاورو، الحساب نتاعي، اي حاجة غتزاد غتعرفيها بانها ديالك ديال السيد. خلاص لا انا ثقتي فيك تامة، نقول لك انا عارفك. اوكي ماشي انت اللي راح تسرقي 1000 ولا 2000 ولا 3000. طلع 10000 خلايا شيا وانا كوم سا جو كوني تري بيان. الا بغاو حتى مثلا كما قلت لك نديروا الجيف واي مرحبا، لانه الجيف واي كيضربوا فيها فلوس صحيحه. والله الجيف واي حتى هي فكره زوينه، منها الناس يزادي لهم المتابعين، منها الناس يضامنوا مع هذا السيد، ومنها غتلقاو واحد جوج ولا ثلاثه اللي غيربحوا. Il ne faut son numéro de compte. Ça veut dire qu'on ne peut pas dire qu'il y a des gens qui ont tous les 26 ans. On peut dire qu'il y a des cartes. Je n'ai pas de problème. 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 فهمتي؟ والواحد كتكون عنده العين طماعة ولا ماش يقولوا ليها. ياك؟ مو نفس طماعة. يعني مثلا أنا ملي غنشوف هذا الحساب كلشي تيصيفط كيصيفط وتصيفطوا الفلوس بزاف، بنادم خايب. انا الصراحه انا عندي الكونت نعطيك الكونت، ولكن اختي خايفه، انا ما تنحملش انني نقول لهم صيفطوا الفلوس باش نعاون شي واحد. انا ماشي بحال هذوك الناس اللي على بالك، انا كنفضل الجيف واي ولا نتبرعوا كاملين، ولكن ما عرفتش نتبرعوا احسن شيء. حنا تاع فرنسا انت اخر راح توري لهم ديجا اصلا شحال عندك في الكونت ديالك، الزياده كاع راها باينه من بعد. وهذا المشكل هو اللي خفت منه، انا ما بغيتش نوري شحال عندي في الكونت، راكي عارفه العين خايبه. ما هادشي اللي ما باغاش انا. صح نفهمك نفهمك والله. دونك انا ما عنديش بور فيغ ان نوفيل كونت فيت كومون سا سرا ميو. داكور نقدر ندير واحد الحاجه، نقدر نعيط نيميرو دو كونت جوست سون كانيوت سي ميو. مي لا كانيوت يجيو غير ناس باغي، راحني نعيمه راحني يجيو من مارسيل لا كانيوت الحبيبه، وكون دايرين كانيوت لوتشي اربح انت وخرجي الفلوس من عندهم وقولي لهم بلي راح نبعثهم لتركيا، والله ما تدي انورو. قال لك حل كونت سبيسيال ليه. وي غنقدروا نحلوا كونت سبيسيال ليه، ولكن باش تحل
ان 26 خصك تكون عندك النيميرو تاع فرنسا. انا كي كنت في فرنسا ديك المره تما فين فتحت الكونت تاعي وعندي لابليكاسيون في التليفون. دونك انا نخاف، انا نقولك علاش نخاف، اني حل عندي سوسيتي وراني نحل في سوسيتي زوجه ومع لي زامبو راني ما بين وخدمه ديجا غادي نفوت في الشرع. واش انت ما عرفتش الان 26؟ ما تقولش ما عرفتش. جامي سمعت بها الان 26 هذه جامي. انا عندك سيده مغربيه صاحبتي عندها شركه العقارات في باريس نتاع الهام شي ان 26 هذه راه بنك تاع المان تاع المانيا وتفتحيها في باري وين ما كنت فتحيها ويصيفطوا لك لاكارت حتى للباب الدار يصيفطوا لك لاكارت والكود يصيفطوه لك في لابليكاسيون. وكتاش يصيفطوا لي لاكارت والراجل راه يموت؟ ايه ما كملش حتى سيمانه توصل لك ولكن لابليكاسيون تفتحيها في نفس النهار يعطوك المود باس يعطوك كل شيء الفلوس يدخلك في لابليكاسيون في نفس النهار يدخل لك كل شيء. هي كونت بحال ديال بحال مثلا نقولوا بي ام سيون تاع المروك ولا بحال وفار كاش ولا كيما هذوك اللي عندكم في الجزائر. انا درك ديجا غدو عندي شرع فهمتيني. انا نخاف، انا نقدر ندير ان كانيات نجمع ونمد ويبعثوا الى هذه تاع ان 26 سي تو دابا راني مع لي زامبو حليت مؤسسه وراني نحل لا هذه لي زامبو لا والو. انا نخاف ما فيهاش. لا نخاف انا عن حالي نخاف. وقت كون كان جالي زامبو كرا انا يشدوني بلي زامبو مو ان 26 tu peux créer un espace spécial. انا قلت لكم انا ما غاديش نحل ان 26 اوبليي نخاف عندي مشاكل. لا ما نحش حتى في تركيا لي زامبو ولي بعد هذا وين شريت الدار وحليت انتربريز وراني نحل في انتربريز تاعي الزوجه يقدروا يقولوا لي من اين لك هذا. حتى في تركيا لا ميم شوز بالنسبه لهاد السيدي اللي فتحنا ليه كونت نقدروا نفتحوا ليه كونت مثلا ولكن هنا في تركيا يقولوا لي منين كيجيوك هاد الفلوس يبقاو يديروا مع استجواب واستنطاب فمن الاحسن لا. دونك الحل الوحيد نقول لك كونت فو ميو ايفيتي الي دي كونترول. لا ما كاين نون دي تون وهادي سيتيون كونت المون اويلي ماشي فرنسيه هاد الكونت ان 26. انا البنات تاع باغي غادي ندير لكم ان كانيوت وحاجه واحده اخرى ما نعرفش ما نكذبش عليكم انا نخاف باسكو هذه راها مسؤوليه صح. دونك كاين حل ثاني. دونك ما كاينش حساب البنك كاين حل اللي هو زوين. وش هو الجيف واي يديروه الناس وينصبوا على عباد الله ويمشيو يسافروا ويديروا الشوبين ويضحكوا على الناس ويقولوا ربحتي ايفون ما كاين لا ربح لا والو. حنا غنديروا جيف واي راه حنايا الناس ديال السوشيال ميديا راه حنا بزاف راه ندخلوا على جيف واي. واش راح نديروا نقول الناس يصيفطونا الفلوس؟ غنقول لك شنو هو جيف واي انه حنا مثلا غندخل انا ولا انت ولا اي واحد نقولوا بان حنا دايرين جيف واي ياك مثلا 20 شخص ولا 30 شخص غنديروا مثلا في الكونت ديالك انت لانه انت عندك مليون تبارك الله. كيدخلوا الناس عبالي الكونت تاعي تاع الفلوس وليت هكا نترعد. لا مثلا غتحيدي دوك الناس اللي دار عليهم ابوني كاملين سمعتي؟ الو ما فهمتش انا كيفاش الجيف واي هذا؟ الجيف واي انا نوريك كيفاش ما تعصبينيش. غتحيدي الفولو لهذوك اللي متابعاهم كاملين مؤقتا الناس اللي غيدخلوا في الجيف واي بس زعما نزيدو لهم لي زابوني. تسنى هادي راه كيديروها غير كاينين ناس كيديروها معقولين وكاينين ناس نصابه. صوفيا وليتي تنصبي نصب على امك يا وجه الشاكبه اش غادي. لا غير قولي له يا ولد القحبه عادي واش انا غادي نصب الكيف واي زعما الفلوس غنديهم انا الله ينعل امك الوالدين انت وفلوسك حبي عرفتي شنو انا اللي علي انا غنمشي نعطي 1000 اورو سالينا كل واحد اللي بغى يعطي يمشي ويعطيو النمره ديالو واخا ويصا غيبلوكي وخص كل مره يبدل السميه كل مره يصيفط السميه. سمعتيني انا اللي عليا انا كنتبرع ب 1000 البقيه عليكم. انا قلت زعما الجيف واي تقدر يجمع يملو بزاف ديال الفلوس وناس يزادوا لهم لي زابوني وهانتوما في اون ميم طون واحد السيد درتو لي العمليه ولكن اختي انا ما باغيش ناخذ التهمه وما باغيش اللهم نمشي نتبرع راسي ونهني راسي.
بصح تقدري تعطينا الانفنسيس تاعك هكا الناس تبعث لك لا بعتولي بعتولي لا لا حبي انا داكشي ديال الكونت انهم يبقاو يصيفطوا في الكونت ما كتعرفيش كل صيفط وشحال صيفط فهمتي انت عندك السومه تاعك شحال على بالك شحال عندك زياده كاع ولكن قدام نخرج انا الفلوس ونقول لك لا ما صيفطوش قدا وقدا راه صيفطوا غير قدا وقدا انا داكشي تاع التصفيق اصلا ما كنثقش فيه دونك تنفضل اعدادي انايا كل واحد يمشي تبرع راسو ونحطو رقمو نمشي نشوفو انا غدا ان شاء الله ونحط رقمو الا بغى فهمتي وبينهم وبينو انا ما بغيت والو اختي المهم انا شوفي ندير كانيوت انا ديماش ندير كانيوت غادي نجمع كاع الناس باري قادرين نلمو له هاد الفلوس بيان سو تقدري واخا ما تقدريش كاع تجمعي 20 تقدري تجمعي 20000 ايوا 20000 عليها ديما راه صافي سي بون جميل وبعد ساهل نبعثها لتركيا هذيك ماشي مشكله انا جيت لتركيا انت كي تلمي الفلوس حطيهم ليا في الكروت وانا نعطيهم لك هنايا كاش وكي نحطهم لك في الكونت نحطهم لك هكا تحطهم ليا في الكونت نتاعي غتعطيهم ليا السيده اللي خدامه معايا انا عندي السيده تما في باري انا نعطيك رقم ديالها سير عندها عطيهم ليها ان فات الفلوس نعطيهم انا هنايا سور بلاس هيا صافي صافي ها ديجا فاروق راك هنايا اني لقيت الطريقه باش نبعث لك فلوسك لتركيا نعطيهم ديريكت لصوفيا في فرنسا انا نحطهم هنا اللي غيحطهم لي في حسابي تمايا وانا غنحطهم هنايا سالينا خلاص خلاص هذيك ما عندي ثقه عاميه فيك نعرفك صوفيا شفتي دابا خلاص ديجا لقينا كيفاش نبعثوهم لتركيا بلا ما يفوتوا على سين وجيم ومن اين لك هذا انسى الموضوع داكشي ساهل فوالا انا غادي نمشي عنده وكي نمشي عنده حبي نعيط لك ان شاء الله في الواتساب ونعطرو مجبعين انا وياك وهو ولكن انا راني خايفه ما نعرفش وين راه ساكن قادر نديوهم له قادر جو سي با موا سا سيتواسيون حتى نشوفوا بعدا الحاله ديالو نشوفوا الطبيب فين كيدير من عياده ونمشي نسول انا راه ما عندي ما يدار هذه هي خدمتي عرفتيها اختي صوفيا والله عيادة تسنى أطو أطو تسنى نعيط لي سقسي والله والله غرغاضني مسكين وش حال شباب وش حال عاقل وش حال متربي هات أمره ويلي 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 شحال جري في ناس الزينة هنشوف فيها الله يجاوبني الو 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 نستي تخيل تكون امراه خالد رجل مهند اطو اوتاي الو اخي صافي صافا خويا بغيت نسولك اخويا فاروق شمن كلينيك مشيتي دوزتي عندهم في مستشفى موريال. علاه؟ أقول لك أتو. أقول لك واحد الحاجة. أنا معاهم. في المستشفى ديالنا. بصح في المستشفى ديالك صوفيا. حيت هاد المستشفى خاصة بالكانسير بالعمود الفقري هادو هما لي كومبيتون اللي فيهم جهدين ماشي التجميل. التجميل ماشي حتى لتما ولكن كي واحد فيه العمود الفقري ولا عنده السرطان وين ديتيني المره اللي فاتت قلت لي هنا اللي يديروا تاع السرطان سانكي طوال دايره بحال اوتيل سانكي طوال نعرف ويداتني ليه لام انا الجزائريه اللي تخدم معاك انت عندك الدوسي نتاعهم عندي واخا خويا تسنى شويه نعاود نعيط لك اوكي صافي باكلاوكي اتون يا ربي تجاوبني المديره نتاعها مغربيه يا ربي تجاوبني ها مي مو اي شوفي شوفي ميموريال يا ربي تجاوبني يا ربي تجاوبني يا صوفيا راح نبكي على بالك اني نترعد انا هذه نخدم معها السرطان وداكشي انا ما ناخذش فيهم كوميسيون انا دايره معاهم كونطرا كي واحد يكون فيه سرطان نخشه وكي ما ناخذش عليهم كوميسيون كنتلغي سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله
حيت هاد العياده معروفه في 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 النخاع الشوكي، السرطان، العمود الفقري، الكبده، داكشي كلشي ديال الطب ماشي التجميل. التجميل ما نضمنش لكم، ولكن داكشي ديال الطب خدامين والله. قولها تعاونوا ديركم ديروا بري، انا نجي حتى لعندها تركي نضرب لها احلى اشهار. انا صنعت الموظفه نتاعي اللي جاوبتني، تسناي شتي فاروق عنده الزهر لا كامل الموظفه تاعي وغتشرح لك. مي داتني الموظفه تاعك تما، رحت درت البوتوكس ومن بعد داتني العياده الاخرى تاع السبيطار تاع السرطان. شفت بنتي انا دايره اللايف اوكي مع ريبيكا وي حبيبه ديالي، بغيت نسولك على ميموريال، شكون هي لا ديريكتريس ديالها؟ ويسال منين هي؟ مغربيه اوكي داكو. حنا العقد اللي دايرين معاه شحال عندنا فيه ديال الروميز؟ انا ما بقيتش عاقله، انا قلت لهم واحد المبلغ ولكن ما بقيتش عاقله واش هو شحال بقى. ما فيش ديال شنو شحال عندنا فيه ديال الروميز على كل عمليه كنديروها، لانه حنا ما كناخذوش كوميسيون 25% شتي. دونك 20000 اورو حيدي منها 25000% من 20000 اورو، هادي حنا كنحيدوها ديريكتومون. صافي دير تبقى له بالضبط 15000 اورو. غدا غادي نصيفطها لك باش تكلفي ليها بالعمل، باش تسولي شحال غتقام العمليه على واحد السيد جزائري. يلا اختي انا كنعيط لوصال ما تتجاوبش لانه دابا سي طرو طار عندنا الوحده، دونك غدا ابونو عيط ليها. الحمد لله يا ربي، الحمد لله يا ربي. يلا عمري روحي يا صوفيا قولي ولا غير عندك 25% صافي ديال العمليه ترجع له 15000 ديال ريديكسيون. اقسم بالله حبا نقول لك واحد الحاجه، انا واحد المره درت اللايف قلت ليهم اللي مريض بالكبده بالنخاع بالكانسير ندير داك الكلينيك عندنا الريديكسيون، حنا ما كناخذوش الكوميسيون على داك الامر. يعني كيجينا واحد مريض ما كنزيدوش نقتلوه، فهمتي؟ ولكن التجميل حبي ضروري كنقلبوا على الارباح ديالنا، اللي بغى يزيد اللي بصحته وعنده او لا 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 نيشان. طيب شكون اللي كيديروا واحد مسكين مقتول وكيموت، فما يمكنش نزيد نقتلوه. يا اختي غدوه تديه لتما صوفيا حبيبه ديالي. غدا غادي نعيط لهاد الميموريال وغتسمعي كلشي وغادي يمشي عند فاروق. انا عيطت لفاروق ونشوف نقول ليه بعدا واش تواصل مع المغربيه. انا نسولو تعرفي شافوا ماليه شافوا ورا حاصل في تركيا الحدود تاع الجزائر مسكره. ويلي 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 موظف تاعي. الو فاروق وي حبيبي، ما تواصلتيش مع المديره تاع المستشفى؟ هي ستي باغوكا. لا ما توصلتش معاها. ماشي مشكل اخويا، انا غدا غادي نجي عندك ياك وغتعطيني الملف الطبي، غتعطيني الملف الطبي نتاعك وانا اللي غندير الكلينيك. ديجا انت مادام هضرت معاك انا ديجا عندك ريديكسيون في العمليه ديجا عندك. ربي يعطيك لانه من الشركه قولها من 20000 تفوت ل 15000 توصل 1000 يورو ديريكتومون، توصل 15000 يورو العمليه ديالك ان شاء الله. ان شاء الله. دونك ضروري هذه، انا كي نجي غدا ناخذ الملف الطبي تاعك ونديه.